مشتركي سابورانيت. في الفيديو هذا ان شاء الله باش نصلح لكم مجموعه من التمارينات على الكثافه واللي هما تابعين تلاميذ سنه ثامنه اساسي في ماده الفيزياء. اذا لهنا نبدا بالتمرين الاولاني، نزن القنينه فارغه، هي نتحصل على الكتله ام 1 يساوي 50 غرام، نملا القنينه بالسائل الى مستوى خط الحوجله المعيره اللي هي القنينه، ونعيد الاتزان باضافه الكتله ام 2 يساوي اذا بجانب القنينه اللي هي 25.23 غرام. بعد غسل القنينه نملاها بالماء ونتحصل على 29.99 غرام. اذا بالاعتماد على الكتله الحجميه للماء اوجد العلاقه التي تربط بين في ام 3 ام 1 و الكتلة الحجمية للماء، احسب الكتلة الحجمية للسائل. اذا لهنا شنو عندنا؟ نعرفوا انه الكتلة الحجمية للماء يساوي ام ماء على في هكولي، بالطبيعة الفي متاع في، اذا في ماء هكولي. اذا هو لهنا عطيني حابين نشوف علاقة بيناتهم، في باش نسميها في هذيك، اذا في يساوي ام ماء على رو ماء هكا ولا باهي. كيفاش نطلع ام ماء بالتجارب هذوما؟ اذا باش نخدم بالطبيعه بالتجربه الاولى، عفوا التجربه هذي، التجربه هذي لهنا عطيني، اذا عطيني قنينه فارغه ام 1 هي 50 غرام، ولهنا قنينه مملوءه بالماء وام 3 هي 29.99 غرام. اذا لهنا ام ماء شنو باش تعطيني؟ ام 1 الا ام 3 على رو ماء، هذه هي العلاقه بيناتهم. باهي السؤال الموالي، اذا احسب الكتله الحجميه للسائل. اذا السؤال رقم 2 يحبني، اذا الكتله الحجميه للسائل اللي هي رو السائل نتاعي بالطبيعه هي ام على في، الفي هاك ام 1 الا ام 3 على رو او رو ما بقى لي لهنا الام. اذا لهنا الكتله، كتله السائل، اذا بطبيعه كتله السائل باش نخدمها بالتجربه هذه والتجربه هذه. اذا شنو باش تعطيني؟ باش تعطيني ام 1 الا ام 2، اذا ام 1 الا ام 2 قاسم اذا الفي اللي هي ام 1 الا ام 3 على رو ما، اذا يساوي ام 1 الا ام 2 على ام 1 الا ام 3 ضارب رو ما، خاطر كي تطلع هذه الفوق باش تولي رو ما. اذا تحصل على النتيجه نتاعي الكتله الحجميه للسائل إلا ام 2 على ام 1 إلا ام 3 ضرب رو ما، بالطبيعة عطيني هو لهنا ام 1 ام 2 ام 3. نجم نطبق ام 1 هي 50 غرام، إذا يساوي 50 إلا ام 2، إذا ام 2 هي 25.23، ام 1 50 إلا ام 3 إذا 29.99، اذا ضارب 1000 كيلوغرام في المتر المكعب. هذوما عطيهم لي بالجرام، مانيش باش نبدل، علاش؟ خاطر عندي جرام على جرام باش تنحل الوحده لهنا، باش تبقى لي رو هي بالكيلوغرام في المتر المكعب، نفس الوحده نتاع رو نتاع الماء. اذا يساوي 1237.88 كيلوغرام في المتر المكعب. بعد التمرين الموالي، في حوزتنا قطعة من الألمنيوم لها من الحجم 100 سنتيمتر مكعب، مع العلم أن الكتلة الحجمية للألمنيوم هي 2.7 غرام في السنتيمتر المكعب. أحسب كتلة قطعة الألمنيوم، هل أن الكتلة الحجمية للألمنيوم أكبر من الكتلة الحجمية للماء؟ إذا غمسنا هذه القطعة في الماء هل ستطفو على سطح الماء؟ إذا هنا أول سؤال هو كتلة قطعة الألمنيوم، إذا M يساوي رو ضرب في هكا ولا، إذا رو هي 2.7 ضرب 100 يساوي 270 غرام، هذه هي كتلة قطعة الألمنيوم. بالطبيعة نحطو الوحدة، ردو بالنا ننسى الوحدة نتاعها. سؤال رقم 2، إذا الكتلة الحجمية للألمنيوم، لهنا هل أن الكتلة الحجمية للألمنيوم أكبر من الكتلة الحجمية للماء؟ إذا عندي الكتلة الحجمية للألمنيوم رو يساوي 2.7 غرام في السنتيمتر مكعب، وعندي الكتلة الحجمية للماء رو ماء يساوي 1 غرام في السنتيمتر مكعب، إذا هذه هكا ولا. السؤال رقم 3، إذا غمسنا هذه القطعة في الماء هل ستطفو على سطح الماء؟ شنو عندنا نحن؟ لازمني نحسب، إذا السؤال رقم 3 لازمني نحسب الكثافة، إذا هي رو ألمنيوم قاسم رو ماء هكا ولا، إذا يساوي 2.7 على 1 يساوي 2.7 أكبر من 1، إذا بما أنها أكبر من 1 إذا هذه القطعة إذا غمسناها في الماء إذا ستغرق تحت سطح الماء،
إذن إذا غمسنا في الماء إذن ستغرق. فهمنا؟ هذا التمرين الموالي: في حوزتنا قطعة من الخشب لها من الحجم 100 سنتيمتر مكعب، مع العلم أن الكتلة الحجمية للخشب تساوي 0.6 جرام في السنتيمتر مكعب. احسب كتلة قطعة الخشب، عفوا، هل أن الكتلة الحجمية للخشب أكبر من الكتلة الحجمية للماء؟ إذا غمسنا هذه القطعة في الماء هل ستطفو على سطح الماء؟ إذا السؤال رقم واحد: كتلة الخشب بالطبيعة إذا M يساوي رو ضرب B، إذا يساوي 0.6 ضرب 100 يساوي 60 جرام. سؤال رقم 2: هل أن الكتلة الحجمية للخشب أكبر من الكتلة الحجمية للماء؟ إذا عندي رو خشب يساوي 0.6 جرام سنتيمتر مكعب هكا ولا، وعندي رو ماء يساوي 1 جرام في السنتيمتر مكعب، إذا لهنا عندي أصغر. شو معناتها لهنا؟ إذا مش نجاوب على السؤال رقم 3، دي إذا خشب هكا ولا يساوي رو خشب على رو ماء اللي هي 0.6 على 1، إذا يساوي 0.6، هي أصغر من 1. إذا بما أنها أصغر من 1، إذا شو مش يصير قطعة الخشب؟ ستطفو على سطح الماء. إذا على سطح الماء. إذا السلسلة هذه خدمت لكم تمارين بسيطة على الكثافة الدي اللي هي مثلا بتاع معناتها مادة معينة نسميها دي واحد يساوي رو واحد على رو ماء. والدي هذه باش نشوف هل انه المادة هذه هل ستطفو على الماء ام ستعرق. لهنا شنو ننتبهوا؟ ننتبهوا لهنا بالطبيعة للوحدة، يلزم تكون رو واحد ورو ماء عندهم نفس الوحدة. انا نعرف انه رو ماء يساوي 1000 كيلوغرام في المتر المكعب، وانا توا خدمت واحد اذا جرام في السنتيمتر المكعب اللي هي 1 جرام في السنتيمتر المكعب. اذا يا اما نخدم بهذه ولا نخدم بهذه حسب الرو نتاع الماده نتاعها. باين ننتبهوا بالكدا، رو ما هي ديما 1000 كيلوغرام في المتر المكعب، وانا نبدلها للجرام سنتيمتر مكعب ولا هو الوحده اللي عطيه. فهمنا؟